بديعة قاعدة في الحجز بتاع الحريم في القسم، وبيدخلوا واحدة الحجز، وأول ما بتدخل بتزق بديعة علشان تقعد مكانها، وبديعة بترفض، فبتقوم واحدة تانية وتتخانق مع بديعة علشان تسمع الكلام، لكن بديعة بتضربها، وواحدة تالتة بتقعد تتكلم معاها وتقول لها احكيلي فضفضي، فتفتكر العلاقة اللي كانت بينها وبين أحد الأثرياء اسمه أحمد مكرم، اللي كانت بتحبه وإنه بيحبها وهيسيبها في العزبة ويوفر لها كل طلباته، وهي بتقول له الشغل وإنه عرفها وهي رقاصة وهي لازم تشتغل، لكن هو رافض إنها تشتغل، وهو مستعد يعمل لها اللي هي عايزاه، بس بشرط ان علاقتهم تفضل في السر علشان عيلته، وانه مرشح للوزارة ومراته واهله، وبتطلب منه جواز، وفجأة بتظهر زوجته وبتتخانق معاه وبتهددها انها هترميها في السجن، وبتحكي لزميلتها في الحجز عن تجاربها في الحياة وانها موجودة في الحجز بدون تهمة، وبتقوم تخبط على الباب تقول لهم اكموني. نجيب بيروح بيتهم، وسعاد بنت عمته بتقول له البيت ده واسع وملوش حس من غيرك، وامه بتسأله مالك، وبيجي يوسف بيقول له بدور على شغل ومش لاقي، وانت بقى اللي هتلاقي لي شغل، باعتبار ان نجيب شريك في فرقة الابيض وعاوز نجيب يشغله في الفرقة يمسك حساباته، وامه متخيلة ان نجيب بقى معاه فلوس وبتطلب منه الفلوس لانهم بقوا على الحديدة، فبيقول لها ان جورج ابيض طرده ونصبوا عليه، فبتتفزع وتصرخ على انه ضيع الـ30 جنيه اللي كان واخدهم منها ودفعهم في الفرقة، وبتقول له خلاص ترجع تاني لوظيفتك في شركة السكر، فبيقول لها انا همشي ومش هرجع البيت تاني الا لما يكون معايا فلوس، وسعاد بتزعل عليه. بيروح على الفندق متلصصا بالليل بحجة انه رايح يسأل على لوسي، فبنيامين بيشوفه وبيمنعه بان البنسيون فيه ناس محترمة مش بلوكات وش البركة، وان الناس كلها نايمة، امشي وبقى تعالى الصبح، وبيمشي نجيب. نجيب نايم على كرسي في القهوة، والقهواجي بيصحيه علشان يشطبه وهيقفله، وفي واحد تاني قاعد زي نجيب اسمه صادق نايم، والقهواجي بيصحيهم هما الاثنين علشان يمشوا، وبيقول لهم روحوا جنينة الأزبكية هناك ناس بتنام في الجنينة، ولما بيرفضوا يقوموا بيدلق عليهم مية وبيرفع عليهم المقشة علشان يمشوا وبيطردهم. يروح نجيب وصادق الجنينة بيلاقوا الشحاتين اللي بيناموا في الجنينة نايمين، وطبعا نجيب وصادق جعانين، فواحد من اللي في الجنينه بيديهم اكل وبيدي نجيب ياكل، وبيسال صادق عن شغله، فبيقول له بشتغل في الادب والترجمه وانا حاليا عاطل، بيقولوا الحال من بعضه في هذا البلد من ادركته لعنه الفن والادب اصبح عاطلا بائسا بلا سبب، وبيكتشف ان الراجل اللي بيجيب لهم الاكل بيجيبه من صندوق الزباله، فبيقوم يرجع اللي في معدته لما بيعرف ان الاكل من الزباله. توفيق رجع البيت علشان يبلغ والدته انه رايح الكنيسة بكرة علشان هيتجوز شروين، وجايب لأمه فستان عشان لو عاوزة تيجي معاه، فبتقول له لازمته ايه هاجي معاه، وانت كنت شرطني في الجوازة، بيقول لها ما عنديش وقت اضيعه، وبيدخل يوسف اخوه بيزعق، وسعاد بتقول له جاي بر وعتب علشان تاخدنا فرح بنت الباشا علشان يتنقوزوا ويتريقوا علينا، فامه بتقول له بنت عمتك قالت كلمة حق، انت جاي بر وعتب، وبيقول لها قومي قيسي الفستان، فبترفض، بتقول له جبت ثمنه منين؟ فبيرد مأجره، فتقوم تقول له انا لطيفة بنت المقدس معتوه ومرات الياس ريحانة، البس فستان حد لبسه قبلي، عايز نجي بالهدوم بتاعتي؟ اهلا وسهلا، مستعر مننا؟ اتكل على الله وروح شوف حالك، بيقول لهم عنكم ما جيت، وبيمشي، وسعاد بتراضيها وتقول لها معلش ما يصحش نسيبه في يوم زي ده. نجيب بعد اللي حصل له في الجنينة موجود عند لوسي في البنسيون في اوضتها، وبتعمل له شربة ملح انجليزي عشان تنضف بطنه، وتقول له هروح اجيب اكل وانت لازم ترتاح وما تتحركش من السرير، وبنيامين بيخبط على الباب وبيجي لهم وبيقول لها ازاي هيفضل في الاوضة، ولما بيدوا له فلوس بيسيبه، المهم انه خد الفلوس اللي طلبها اجرة نوم نجيب، وبتيجي بنت بنيامين بعديه جايبة لنجيب ليمون، وانها معجبة بنجيب لما شافته في المسرحية مع امين عطلة ومع جورج ابيض، فلوسي طبعا بتغير منها، بيقول لها انا عايز اكل مش عاوز ليمون، بتروح بنت بنيامين علشان تجيب له اكل، وطبعا لوسي شايطة منها.
بتجيله راشيل بالاكل وبياكل ومستمتع بالاكل، وراشيل بتاكله بايدها، لكن لوسي ما رضيتش تاكل، وبنيامين بيخبط وبيسال راشيل عن الاكل اللي كان في النمليه، والمهم عنده انه ياخد ثمن الاكل، وبيسالها خدت كام يا راشيل؟ وبيمشوا، وبيقوم نجيب يلبس علشان يمشي، ولوسي متغاظه. نجيب بيروح بيتهم القديم عند جوليا اللي سكنت مكانهم، وبيلاقيها غيرت شكل المكان، وان الناس خلتها بقت شيخة، وبتقول له انا جات لزبونة سقع مرات صاحب مكتبة المعاد، وانه لما لقاها بتتكلم فرنساوي طلب منها تشتغل مترجمة عنده، وانها قالت له انا عندي واحد ينفع يشتغل الشغلانة دي، وبتدي لنجيب عنوان المكتبة وكمان 2 جنيه يمشي حاله بيهم على ما يشتغل. نجيب بيروح على العنوان هو ولوسي، بيلاقوا طابور ناس واقفة علشان يشتغلوا في المكتبة في الترجمة، وطبعا نجيب بيتشائم انه جه متأخر وان كل دول جايين علشان الوظيفة، وبيدخلوا على الراجل بيقول لهم خلاص الوظيفة خدها الأفندي، وبيشاور على صادق اللي كان مع نجيب في الجنينة. ولما الراجل صاحب المكتبة بيعرف ان نجيب جاي من طرف المقدسة جليلة اللي هي جوليا اللي هي بعتها نجيب للوظيفة، فالراجل بيرحب بيه، والراجل بيعتذر لصادق انه خلاص هياخد نجيب. فنجيب بيقول له خلاص اشتغل انا وصادق افندي والفلوس بالنص بيني وبينه. والراجل بيقول لهم انا عندي استراحة فوق هتقعدوا وتشتغلوا فيها. بيقعدوا في الاستراحة، نجيب عمال يشتغل ويترجم، وصادق افندي قاعد على السرير عمال يشرب ويسكر وبس، وما بيعملش اي حاجة. وبيقول له انا هنام شوية اصل تعبت. ونجيب بيقول له تعبت من ايه؟ انا اللي مقع عيني بقالي اسبوع. وبتجيلهم لوسي جايبة لنجيب اكل، وبتقعد تساعد نجيب في الترجمة، وبيقول لها ان عزيز جاي من السفر بكرة، وانه عاوز يخلص ترجمة الملزمة علشان يقبض ويروح يقابل عزيز. وبيتكلم معاها عن ان اخواته وامه وحشوه، وبتبدأ تقراله وهو بيترجم. وبينزل نجيب وصادق لصاحب المكتبة بعد ما خلصوا ترجمة الملزمة، ويقول للراجل ايه رأيك؟ فبيرد عليه ترجمة كويسة. فنجيب بيقول له تكتب اسامينا على الترجمة؟ يا ريت تكتب نجيب الرحالي. فالراجل بيقول له لا، احنا بنحط اسم صاحب الطار. فنجيب بيسأله وحقوقنا الادبية؟ الراجل بيرد بيقول له انا لو حطيت اسماء نكرة زيكم مش هتتباع، مش عاجبكم اتفضلوا امشوا وسيبوا المكان، وفي غيركم كتير. وبيدوهم فلوس الترجمة وبيخصم منهم ثمن الاقامة في الاستراحة، وصادق عاوز ياخد من نجيب كل الفلوس علشان يشرب ويسكر بيه.